أهلا وسهلا فيكم عن جديد بفقرتنا الثالثة من برنامج نور جديد عبر قناة نور الشام. اليوم موضوعنا بيحمل عنوان الطب الشمولي وآليات التغذية، وضيفنا أكيد مثل ما صرتوا بتعرفوا هو الدكتور سمير شلويت. أهلا وسهلا فيك دكتور سمير. صباح الخير شربل، وصباح الخير لكل المشاهدين. مثل ما وعدناكم كل أسبوع بفقرتنا الأسبوعية منطلع عليكم بموضوع جديد، نور جديد، بنحكيكم عن موضوع بهمكم بس منسلط الضوء من ناحية مختلفة شوي لحتى نزيل هالمخاوف الموجودة إن شاء الله بالمجتمع. أنا اليوم حبيت بلش معكم بآية صغيرة أخذتها من إنجيل متى، كونه اليوم بدنا نحكي عن الاحتياجات الغذائية وبدنا نحكي عن قصة بتخص جسمنا. فالآية مأخوذة من متى 6، هي الآية بتقول: لذلك لا تهتموا فتقولوا ماذا نأكل وماذا نشرب وماذا نلبس، فهذا يطلبه الوثنيون، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون هذا كله، فأطلبوا أولا ملكوت الله وبره ويزيدكم الله هذا كله. الآية مأخوذة من متى. حبيت بلش فيها لإلكم، بلشوا كل يوم نهاركم بابتسامة، بفرح، بروح الخدمة، وهول كل الأشياء اللي منضل نفكر فيهم من وقت نخلق لكل حياتنا أوريدي رح نضل بحاجتهم، لأنه دائما في أشياء موجودة في أشياء مش موجودة. خلينا نكون بروح الخدمة، بروح المحبة، وندور نحن على نفسنا، وهدول الأشياء هلأ بنحكي فيهم وبيوكم إن شاء الله لوحدة. وما ننسى أنه يتغذوا منيح، لأنه هيدي آليات التغذية أكيد شيء مهم هلأ بوقتنا الحاضر. هلأ بنحكي عن هالموضوع، بس أنا حبيت بلش بأنه نأكد كثير على أنه نحن نضل فعلا نشوف جواتنا متطلباتنا الداخلية أكثر من الخارجية. دكتور سمير، تعددت التسميات، في عنا الطب الشمولي، حضرتك هلأ رح نطرح الموضوع، في عنا الطب التقليدي، قبل شوي مع الضيف السابق حكينا عن الطب التجديدي. تعددت التسميات بس الهدف هو واحد، هو خدمة الإنسان إن شاء الله والعمل لشفائه، على أمل أنه كل هيدي المواضيع أو الدراسات بمختلف مجالات الطب توصل لنتيجة وتؤدي دورة بخدمة الإنسان المريض. مزبوط شربل، مصطلح الطب الشمولي من وين إجا هيدا المصطلح؟ هل أنا عم بحكي عن شيء مصطلح طب مختلف ولكن ليس طب جديد، هو ما عم نحكي عن طب جديد موجود هلأ اخترعناه جديد، عم نحكي عن طب مختلف. هذا الطب خليني أقول مارسوه الحكماء ولم يمارسوا الأطباء. يعني الحكيم بيشتغل بطريقة والطبيب بيشتغل بطريقة، هنا اثنين متخرجين من كلية الطب. فينا نقول أنه شمولي يعني بيشمل كل شيء، بس شو هي هالأشياء اللي بيشملها؟ المصطلح هلأ لنحكي من وين إجا أو كيف إجا، طبعاً شغل عليه من قبل آباء الطب، أبو قراط وابن سينا وكل الأطباء اللي كانوا عم يشتغلوا ببدايات الطب بلشوا يحكوا فيه، ومع الزمن راح المصطلح بطل حدا يشتغل فيه. هلأ رجعنا نشوف، طيب نحن حالياً أمام أمراض مختلفة أمام جسم الإنسان، بنظرة عميقة لهي الأمراض ولجسم الإنسان. خليني أعطي مثال، بنشوف نحن مريضين عندهم سكري، واحد منهم بياكل منيح، أكلته عادية ما بيحرم حاله من كل شيء، وبنفس الوقت بياخد دواء وما شاء الله سكره ما أحلى. في حدا ثاني حمية مطلقة ما بياكل شيء، بياخد دواء على القد وسكري تبعه مش منيح. فنحن أمام تساؤل، طيب هذا ليش وهذا ليش؟ نجي لنوع ثاني من الأمراض، هاي الأمراض غير المعدية، نجي للأمراض المعدية اللي بتسببها الفيروسات والبكتيريا. بنشوف حدا دخل صابه فيروس خلال 10 أيام انهار جسمه، بنشوف حدا ثاني لا كمل مع هذا، وخاصة عم بحكي أنا على الفيروسات اللي بتعمل إزمان، خاصة السيدا والهباتايتس بكل أنواعه. فطيب هون ليش وهون ليش؟ إذا نحن صرنا أمام مفارقة بين هدول الأشياء. بالإضافة لهيك في عنا أعراض ما عم فينا نفسرها، بنشوف أولادنا أطفالنا عندهم عدائية، عندهم عنف، ما عم نعرف شو السبب. بنروح لعند الحكيم النفساني أو لعند الاستشاري الاجتماعي، سوشيال وركرز، أخصائيين الاجتماعيين، ما عم نلاقي حل. فإذا طيب اذا السكري دواء الانسولين، هذا عم ياخذ انسولين مش عم يتحسن عنده السكري. في عندنا مرضى الاورام، انا ما بحب اسميه سرطان، الاورام، حدا بياخذ دواء وبيكفي واموره منيحه، حدا رغم كل الادويه عم يتراجع لورا. هون بلش مصطلح الطب الشمولي، لانه نحن صرنا عاجزين عن تفسير الامراض فقط بالكتب وبالناحيه الجسميه. لهيك المرض
خليني أعرفه أنا وأقول إنه هو خلل جسماني ونفسي وروحي واجتماعي وعاطفي، كل هدول مع كل هؤلاء مجموعين مع بعض هن سبب للمرض. هن سبب للمرض. فإذا أنا بدي أجي عالج المرض شو أخذت؟ ناحية جسمية. إجا لعندي مريض أعطيته حبة الدواء، عالجت الناحية الجسمية، تركت الناحية الغذائية، تركت الناحية النفسية، الناحية الروحية، الناحية الاجتماعية تركتهم، المريض ما عم يتحسن. من هون إجا مصطلح الطب الشمولي لحتى بيشمل كل النواحي الحياة، مش بس إعطاء الدواء، فينا نعتبره مظبوط. أنه بيشمل كافة النواحي الاجتماعية حتى النفسية والروحية والجسدية. صحيح. ردة فعل الجسم، ردة فعل الجسم هي منا شيء عام. يعني إذا أعطينا دواء لمريض ممكن يعطي ردة فعل معينة عند هذا المريض وما يعطي نفس ردة الفعل عند المريض الثاني. ومن هون إجا مصطلح الطب الشمولي، إذا ما نحط له تعريف، هو نمط مختلف من الطب يركز على الإنسان ككل وليس على المرض. إذا أنا صار مرفوض إنه يفوت لعندي المريض على العيادة، مرفوض مطلقا إنه أنا أقول إجا لعندي مريض السكري. أنا عندي 3 مرضى سكري وعندي 4 مرضى غدد، ممنوع أنا أسمي المريض باسم المرض. إذا هو نمط من الطب، إذا نحكي كتعريف شاربيل، هو نمط مختلف من الطب يركز على الإنسان ككل وليس على المرض. هلا طبعا شو بيعتمد هذا الطب؟ شو المبادئ اللي بيقوم عليها؟ اوكي، لنحكي اكثر، المنظمة الامريكية للصحة الشمولية بامريكا بيسموها الهوليستيك هيلث، هو اسمه هوليستيك ميديسن، بنسموها هوليستيك هيلث، الصحة الشمولية. المنظمة الامريكية للصحة الشمولية، وطبعا انا بحب نوه هون، عم يشتغلوا بمجال الطب الشمولي هني اطباء متخرجين من كلية الطب، في منهم اطباء جراحين، اطباء اعصاب، اطباء داخلية، حكوا عن الناحية الروحية في العلاج. اذا نحن عم نحكي بطب، عم نحكي من ناحية روحية، ما عاد فينا نحن نعزل المريض، ناخذ منه المرض فقط ونترك نحن باقي النواحي. على شو بيعتمد او بيشتغل الطب الشمولي؟ الطب الشمولي بينظر للإنسان وبيستغل القدرة الشفائية عند الإنسان. اوكي، هون شوي يمكن الموضوع بلش يختلف، الموضوع بلش هلا اللي عم يسمعنا عم يقول شو عم يحكي. هل ممكن الإنسان يشفي حاله بحاله؟ نعم، هيدا المعنى اللي فينا نفهمه من هيدا التعريف. صحيح. أنا من هون بدي انطلق وبدي فوت موضوع جديد لأذهان الناس، بتمنى أنه يبلش هالشي يشيع بين بعضنا، نحكي فيه، نطالب أطبائنا فيه، نحن بين بعضنا حتى بعيدا عن مجتمع الأطباء والمشافي، نحن فينا نكون عم نعمل هالشي. الحب والعواطف والأمل لهم قدرة شفائية، واليأس والألم والإحباط والحزن والخوف لهم قدرة عكسية، ما عاد فينا ننفي هالشيء إطلاقا، وما عاد فينا نقول هيدا كلام يخص الروحانيات أو رجال الدين أبدا. هذا الجسم مثل ما عندنا مشاعر وعواطف، مثل ما بنشتغل على جسم البشري كفيزيولوجي كخلايا، بدنا نشتغل على هاي الناحية. مبادئ الطب الشمولي، هلأ أنا بس رح أطرح 4 مبادئ عامة بيشتغل عليها الطب الشمولي. أول مبدأ، جميع الناس يمتلكون قدرات شفائية، كلنا عندنا قدرات شفائية. إذا بدنا هيك نطلع على جنب ونشوف الكتاب المقدس، بنشوف انه الشفاءات اللي صارت بالكتاب المقدس كلها كان يسوع ينوه فيها لكثير اشياء مهمه وبتخص العلم. مثلا لما اجى المخلع شو قال له؟ قال له قم واحمل سريرك وامشي. فاذا هو عطاء الامل، عطاء انه انت قدران تحمل هالسرير اللي انت نايم عليه وتمشي. بس شو خليه يمشي؟ هو ذاته، هيدي الاندفاع الذاتي اللي إيمانه الشديد، محبته، إيمانه الشديد، محبته، اقتناعه بأنه هو رح يشفى. هذا الشيء مع الدواء، مع العلاج بعصرنا الحالي، هني اللي بدهم يشفوا المريض مش لوحده. فإذا كل شخص فينا عنده قدرة شفائية. ما ننسى أيضا هون نحكي عن الجهاز المناعي، كل حدا فينا عنده جهاز مناعي. طبعا نحن هلأ من وقت ما بيخلق ولد صغير بس يعطس أول عطسة، فأنا ملوكون جبنا الأنتيبيوتيك ويلا عطينا الأنتيبيوتيك، ممكن عم ندمر الجهاز المناعي شوي شوي. فنحن لنحافظ على الجهاز المناعي بدنا نبعد عن الأنتيبيوتيكس، بدنا نفوت على التغذية الصحيحة اللي هلأ رح نحكي فيها بعد شوي. فهذا أول مبدأ، هو القدرة الشفائية عند الإنسان، سواء الجسدية من الجهاز المناعي أو الإيمانية الروحية، قدرة الحب. المبدأ الثاني اللي بيحكي فيه هو المريض
بليز ما تنسوا انه هو انسان وهو ليس مرض. انا ما فيني اتعامل مع فلان من الناس على انه اجى لعندي مريض السكري او اجى لعندي مريض الضغط، ابدا. انا لعالج ضغط، اذا اعطيت حبه الضغط، طيب انا عندي ثلاث اربع مرضى ضغط، في منهم بياخذوا حبه وحده وما شاء الله عليهم ضغطهم بينزل على 120 على 80 مليمتر بيرجعوا اوكي. في مرضى بياخذوا ثلاث اربع انواع حبوب ضغطهم 17 على 10. هون ترجع لكيف الطبيب عم يشرح طريقه اخذ الحبه، هل المريض مقتنع فيها او لا. فهون بنفوت على المبدا الثالث اللي هو العلاقه بين الطبيب والمريض. هون اهميه الاصغاء، اهميه انه انا اعرف كل شيء عن اللايف ستايل تبع هذا المريض. طيب ليش الطبيب مضطر بمحلات معينه يفوت بكل اللايف ستايل تبعه للمريض؟ لانه نحن بالمبدا الرابع بيقول لك العلاج هو علاج السبب وليس علاج الاعراض. نحن بعدنا اذا حدا بيجع راسه بياخذ حبه بنادول، اذا حدا وجع راسه. بس قديش هيدي بدها وقت، بدها تاخذ وقت من الطبيب يقدر يكون على درايه بكل هالامور. هذا مطلوب، ما فينا نعطي شرب الماء كطبيب، وانا كممارسه طبيه ما فينا نعالج مرض بخمس دقائق، وما فينا نسمع لمريض ونصف له دواء بعشر دقائق ابدا. كل مريض اقل تقدير ممكن بده ساعه من الزمن كجلسه اولى. لما بيجي لعندي مريض اول شيء انا بدي اعرف كل شيء عنه. حاليا ما حدا عم يستقبل مريض لمده ساعه يعني. مظبوط. تعرف انت العيادات بتكون مفوله، فما في بقول لك الحال طبيب ما في وقت. وهون خطانا، هون نحن عم نحكي بموضوع كثير غلط، لانه نحن لما بيجي لعندي مريض الضغط ممنوع بقى يطلعوا كل المرضى معه وصفه وحده، كل المرضى معه نفس الوصفه. هون بتصير عمليه تجاريه عم بفيد ممكن شركة معينة، وممكن هي عم أنا بتقدم له الأدوية أو شيء. هي ناحية مؤلمة جدا للأسف، لما عم نسوق لدواء معين نحن بهدف الربح، لما عم بعطي المريض نفس الدواء بهدف الربح. والناحية الثانية أنه أنا المريض لازم أعرف كل شيء عنه، لازم أعرف شو عم يأكل، كيف عم يشرب، يمكن في شيء في شيء نمط معين بحياته أنا إذا بغيره بيتغير معي كل شيء. هلا بعد شوي رح نشوف انه الاكتئاب من احد اسبابه التغذيه، بعض المواد الغذائيه. بالاضافه لهيك انه انا بدي اعرف عمل المريض، شو لازم شو الانفايرمنت، يعني شو الجو اللي هو اللي عم يشتغل فيه. تمام. كوظيفه يمكن الوظيفه اللي حوله او الاشياء اللي بتخرج بيئة الموظف عم بتاثر عليه. ومشي شوي بنحكي شوي عن الحوامل، كونه انا بحب احكي شوي عن موضوع الحمل والاجنه. بتفوت الحمل على عياده طبيب التوليد دائما طالعه بوصفه فيتامينات، دائما طالعه بوصفه فيتامينات. يا عمي مين حكى انه الحامل ما فيها تكفي حملها بلا علبه الفيتامين اللي عملتها ما بعرف اي شركه؟ كيف هالحكي؟ هذا حكي غير مقبول وغير منطقي ابدا وغير علمي. نحن بدنا نعطيها للحامل نصائح غذائيه. نحن بنشوف هلا بعيدا عن الامراض الحمليه، عن ارتفاع ضغط الحمل، عن السكري الحملي، بنشوف في حوامل بمر حملهم بسلام ما احلاهم، وفي حوامل يا حرام بيقضوا التسع شهور بمعاناه، بتعب وبمعاناه وبتقل وبكذا. شو السبب؟ السبب انه هي الحامل عرفنا بيئتها، عرفنا كل الاشياء، انا شرحنا لها كل شيء عن الحمل، شو الاغذيه الصح شو الاغذيه الغلط، وهي ما نشرح لها. مش علبه الفيتامين هي السبب أو هي اللي بتخلي الأمور تمشي بهالطريقة. لهيك طب الشمولي هو هوليستيك ميدسن، هو طب انشغل عليه بأوروبا طبعاً وبأمريكا، وهلأ هو موجود بكل أنحاء العالم، وإن شاء الله بلش يفوت على لبنان وياخد وعلى الشرق الأوسط. هل حالياً عم يعتمد بلبنان بالمنطقة؟ بعد هيدا الطب الشمولي؟ لا شرب البعد، ما صار عندنا المراكز اللي بتشتغل على الطب الشمولي، لأن إحنا بدنا مركز، بدنا حدا يكون مع المريض يفهم منه كل هاي الأشياء. يعني في مرافقة للمريض مش بس هي وصفة طبية. أبداً. وهون كمان نحكي عن روح الفريق، يعني ما بصير أنا أكون الشافي الكافي المعافي. الطبيب الواحد بده يوصف كل الأدوية وعلى السريع، لا، أنا في عندي أخصائية التغذية أو أخصائي التغذية، في عندي الأطباء الاختصاصيين، وبالأخير أنا الطبيب المبدئي رح ارجع اجمع له كل هدول وفهمه للمريض وخليه ينطلق بسلام، مثل ما كان يقول يسوع اذهب بسلام، نروح بسلام. هذا المرض هلا انا بممارستي طردت ما
من ممارستي مصطلح المرض الخطير. يعني كطب شمولي منه طب بيعتمد على طبيب واحد، يعني هي فريق عمل بيتضمن أطباء من كافة الاختصاصات ومختصة بالتغذية وبالانفايرمنت وبالبيئة يمكن. صحيح، ونحكي عن كل هدول وبرجع بس لفكرتي انه هو مصطلح المرض الخطير. ما عد عندنا شيء اسمه المرض الخطير، ما في مرض خطير طالما في انفلونزا عادية بتموت وفي كانسير ما بيموت. فخلينا نطلع مصطلح المرض الخطير، نحن مهمتنا نشوف الأسباب ونعالجها. هلا كيف فينا نعالج بالطرق الصحيحة عبر اعتماد هيدا الطب الشمولي بعد ما حكينا عن المبادئ؟ تمام، هلا نحن حكينا شو هو الطب الشمولي، حكينا عن مبادئه، وصلنا الآن خلينا نعطي مثال ونمشي عليه. عندي مريض عنده داء سكري، مصاب بالسكري، وكل يوم بيسمع عن علاج مختلف من مراحل مختلفة. كيف بيتم العلاج؟ وهذا بيتطبق على كل الأمراض وكل الأجهزة. في عنا نمطين. عفواً على التعقيب، بمحلات صارت الناس بتوصف وصفات لبعضها. عصري الدبس أو فاكهة الدبس، خرنوب عصريون ونقعيهم بمي من عشية للصبح واشربيهم عصرة ليمون على الصبح وعشية وبينزل السكري. قديش هود الوصفات بتفيد؟ ابدا مهمة ابدا مهم انه نتثقف نحن حول هذا الموضوع، وخصوصا بيفتحوا وسائل التواصل الاجتماعي، في حدا ما بيفتح، الكل على الفيسبوك بنشوف وصفه لعلاج السرطان في 3 ايام، ما في مرض بيطيب بثلاث ايام، وصفه لعلاج داء السكري تخلصك. انا بشوفهم، يعني بكون عم بفتح فيسبوك او عم بفتح شيء بشوفهم على او كثير احيانا الناس بيبعثوا لي انه هي الوصفه شو وضع. ابدا نحن نحترم الطب. طب كيف فينا نتاكد من صحه هيدي الوصفات الموجوده على المتداوله على وسائل التواصل او اللي بيحكون عنها؟ بدنا نرجع للطبيب. رغم بعض الممارسات الخاطئه، لكن الطبيب هو الشخص الوحيد المؤهل علميا ليحكي انه هذا الشيء صح او غلط. هلا اذا بدنا نرجع لعلاج الامراض، رح نحكي بامرين. عندي مريض السكري، اول شيء انا اذا بدي خلينا نعطي هيك مثال شوي قريب للناس. انا اذا عندي حيط بغرفتي وانا بدي ادهن هذا الحيط بلون حلو، هلا اذا هذا الحيط الطيني تبعه الاساس تبعه مش منيح، مهما دهنت رح يرجع ينزل الدهان، ورح كل 4-5 شهور رح ارجع ادهن. فاول شيء انا بدي زبط البناء تبعه وبعدين الاساس وبعدين بعطي الطلاء الخارجي. خليني اشبه الاساس بشيء اسمه اللايف ستايل، وهالطلاء هو الطب التقليدي اللي هو الدواء والجراحه. اول شيء بدنا نبلش مع اللايف ستايل، يعني بدنا نغير نمط الحياه، وهون نعتمد على الخطوات التاليه. شو نمط الحياه؟ في خطوات معينه لازم الواحد يتبعها؟ نعم، اول شيء شرح اليه المرض للمريض. اول شيء انا لازم افهمه شو هو مرضه. اول شيء ما عندي شيء اسمه هذاك المرض ومدري شو كذا، الله يبعده. بدي اشرح له اليه المرض للمريض. وما بدي دج ودج، وبده يعرف هو شو معه، شو بالضبط معه، وين عنده الإصابة، بأي مكان بجسمه، يتفهم هذا الشيء ويكون عارف أنه كل شيء له حل وكل شيء له علاج، ونحن عم نسعى لهذا العلاج، وهو الشرط الأساسي بالعلاج إرادة المريض. هيدي الخطوة الأولى بتساعد المريض وبتريحه، يمكن هي إذا بدك شربل أنا العلاج. إذا بدك وصلت 70% من العلاج. 70%، يعني إذا بحكي عن الإرادة اللي أنا اليوم سميتها القدرة الشفائية للمريض، أنت عندك قدرة شفائية، انت قدران تعالج حالك، مش حبت الدواء لوحده. فهمنا المريض آلية مرضه، هلا هون بدنا ننطلق بقى للخطوه الثانيه واللي هي كثير 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 مهمه، التغذيه. يعني هو موضوع كثير واسع، رح نحاول بس هيك نعطي شويه فلاشات ان شاء الله تستفيدوا منهم بموضوع التغذيه. طبعا قبل ما نطرح موضوع التغذيه، خلينا نشوف صوره بتشرح. الصوره الاولى بتشرح عن احتياجات الإنسان. هون عم شوف شيء اسمه هرم ماسلو. هرم ماسلو ببلش بالقاعدة، يعني أول خطوة الاحتياجات الفيزيولوجية، يعني الأكل والشرب والدواء وغيرهم. بعدين احتياجات الأمان، مثل وجوده ببيئة آمنة، وجوده بمكان هو مرتاح فيه مبسوط فيه، العيش بسلام. العيش بسلام. الاحتياجات الاجتماعية، علاقته مع البيئة المحيطة، وجود أصدقاء، العمل، تقدير الذات. هذا الشخص يكون هو عنده مؤمن بقدرته الشفائية، مؤمن أنه هو قدران يحقق ذاته.
لنوصل لآخر شيء، يحقق ذاته، يعرف أنه هو عايش بسلام. هيك أنا بلشت اليوم بالآي وقلت أنه نحن مش مهم شو نحصل أو شو ناكل شو نشرب، مهم أنه نحن شو محققين ذاتنا، كيف نحن واصلين لهالمرحلة. نجي للصورة الثانية اللي هي بتحكي لنا عن الهرم الغذائي. هلأ إذا بنشوف الهرم الغذائي، دائماً قاعدة الهرم هي الأساس بروتينات أوكي، قاعدة الهرم هي النشويات. عم نشوف خبز، عم نشوف باستا، عم نشوف معكرونة. فهون بيجي أنا بقول لمريض السكري، ما ترد على حدا بيقول لك ما تاكل سكر. مريض السكري أكثر مريض بيحتاج للسكريات. فعندنا النشويات موجودة بقاعدة الهرم، وبنحتاج يومياً سيرفينكس، يعني حصص 6 إلى 11 حصة. الطبقة الثانية من الهرم عم نشوف فيها الفواكه والخضار. عم نشوف أنه نحن بدنا تقريباً 2 إلى 4 حصص فواكه. طبعاً حصة الفواكه مش بطيخة، هي ممكن تكون موزي أو حز بطيخ أو حبة أورانج أو عنقود عنب صغير، مش كيلو تفاح. وعلى الجنب الثاني عم نشوف الخضار. هلا بالطبقة الثالثة عم نشوف عندنا كمان جنبين، عم نشوف البروتينات الموجودة واللي بنحتاج منها تقريباً 2 حصص يومياً، اللي فيها السمك، اللي فيها لحم الدجاج، لحم الأحمر، كل هدول. ومعهم على نفس الطبقة بيجي عندنا الحليب، البيض، وكمان اللي فيها بروتينات. هلأ إذا بنشوف قمة الهرم، بنشوف مكتوب على أنه يقتصد قدر الإمكان، اللي هني السكريات الحلو، يعني اللي بنجيبه من السوق، المصنع، الدسم، والأكلات المقلية اللي فيها زيت. فإذا عم نحكي عن التغذية، شرحنا هذا الهرم لنعرف نحن حالنا وين بدنا ناكل وكيف بدنا ناكل. هلأ عرفنا نحن شو طبيعة الأكلات الموجودة، الآن نحن كيف بدنا نرتب وجباتنا. أهم وجبة بالنهار لنستنتجها لوحدنا، إذا أنا صايم 8 ساعات فالوجبة التالية للصيام هي أهم وجبة. إمتى منصوم 8 ساعات؟ بالليل، وقت نكون نايمين. الجسم ما أكيد ما تكون عم تاكل، فبنجي لوجبة الفطور. كم واحد فينا بيفطر الصبح؟ أنا ما فطرت. هاي أول حدا ما بيفطر. الفطور وجبة كثير مهمة. هلا إذا نحن ما فينا نفطر قبل ما نروح على الشغل، ما فينا نتروق قبل ما نروح على الشغل، نحن فينا ناخذ معنا الترويقة تبعنا على الشغل. مهم أنه نحن قبل الساعة 10 الصبح نكون أخذين الأكل تبعنا. هلأ نحن نعرف شو هو الأكل. طبعاً نحن في عنا بعض الفطور هو سيء، هلأ رح نعرف شو هو الأكل. من بعدها عندي وجبة سناك، بعدها عندي وجبة الغداء، بعدها وجبة سناك، والأخير وجبة العشاء. طبعاً وجبة السناك هي بسكويتي، يعني تعتبر خمس وجبات يومياً. بس طبعا مش 5 مناسف رز، 5 وجبات، هني 5 وجبات عم نحكي عن الأغذية السليمة. ليش نحن حاليا عم نحكي عن الشيخوخة المبكرة؟ ليش نحن عم نحكي عن انتشار واسع للأمراض ما كان موجود؟ الغذاء هو السبب. أنا بس بدي أحكي عن نوع معين من الغذاء هو أكثر شيء بناكله بحياتنا اليومية، أكثر شيء ما في صفرة بتخلو من هالشيء، الخبز. الخبز أو السمون. طيب خليني بس شوف صورة لحبة القمح كيف الله خلقها، لنفرجي بس المشاهدين كيف هي بتكون موجودة. حبة القمح مثل ما شايف شربل، فيها قشرة من برا وفيها البرعم، سمينه هون الجنين من جوا، وفيها اللون الأبيض اللي هو النشا. هاي القمحة الكاملة اللي فيها لأنه مرة حامل. تمام. هاي حامل بكل المواد الغذائية. القشرة القمح والبرعم الموجود فيه هو اللي بيحتوي المواد المغذية لنا والألياف والفيتامينات به. شو بصير بالمخابز؟ بيقشروا هاي الحبة، بيضل بس اللي جوا الأبيض اللي جوا. إذا نحن شو عم ناكل؟ عم ناكل المادة الضارة من القمح. فقط عم ناخد النشا منها. لهيك هذا الخبز الأبيض نحن عم ناكل يمكن سم منه للقمح. يعتبر الخبز. وفوق هيك بحطوا له شيء اسمه جلوتين. الجلوتين هو اللي بخلي الخبز يمط. هلا كلنا بنعرف لما نمسك الخبز بنشوفه عم بتمط، غير الخبز العادي، الخبز التنور. هون لوين الواحد لازم يروح واي خبز لازم؟ الخبز الاورجانيك، الخبز العضوي. هذا الخبز الابيض هو ضار لنا، ضار لجسمنا. فوق هيك بحطوه للمواد الغذائيه الموجوده ماده اسمها مونو صوديوم جلوتامات. هاي الماده للاسف بفوتوها المطاعم بالشولات مثل الطحين، بتعطي الاكل طعمي ولا اطيب، لكن هاي الماده هي سبب مدره للسرطان، للاكتئاب، لأمراض الصدر، للتوحد. بدراسات كثيرة، 4-5 دراسات عم تحكي عن وجودها بالتوحد.
يعني اليوم المشاهدين راح يوقفوا ياكلوا خبز من ورا هيدي الخبريه. لا اكيد بدنا ناكل خبز، لكن نرجع للخبز الاسمر، طبعا مش الاسمر اللي بلونوه الافران بحطوا له تلوين، الاسمر اللي هو فيه القمحه الكامله. هلا هون راح احكي عن، راح عدد على السريع 10 اطعمه عم ناكلها بحياتنا اليوميه وقد ايه ضاره. اول شيء الفاكهه غير العضويه، يا الله ما احلى الفاكهه يا شربل بالسوبر ماركت، عرضينا منظر بشهي أبداً. عدة ألوان. أنا بقول لكم هون هاي الفواكه هي موديفايد، يعني هي معدلة وراثيا، هي فاكهة غير عضوية. إذا بدكم معلومة، حبة البندورة بيحقنوها خلايا من السمك ولتصير تضل 10-15 يوم محافظة على رونقها وجمالها. الفاكهة غير العضوية واللي فيها أسمدة وفيها الأترازين، على فكرة الأترازين هو مادة بتنقص القدرة الإنجابية عند الرجل. اثنين الطماطم المعلبة، يعني وكل شيء معلبات. ثلاثة كل شيء لحوم مصنعة. أربعة حب البطاطا كاسة شيبس، هون بيرشوا لها الام اس جي المونوسوديوم جلوتامات، يعني انتم عم تطعموا اولادكم سم على الخالص. وحتى علبة الكورن فليكس في دراسة عملوها، حللوا الغلاف تبع الكرتوني طلع فيه مواد مغذية أكثر من الكورن فليكس بقلب العلبة. زيوت المهدرجة، مشروبات الغازية، السكريات المكررة، كل شيء بالسوبر ماركت مكتوب عليه دايت، هذا كله مصنع بطريقه غلط للجسم. الاطعمه المدخنه والكحول، وهون كثير بنوه على مشروبات الطاقه اللي هي كثير 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 مضره لجسمنا. هلا حاولت قدر الامكان بس نحكي عن التغذيه. الخطوه الثالثه هي الرياضه، الصحه النفسيه اللي كثير مهمه، والتغذيه الروحيه. كثير مهم نحن يكون في عندنا تغذيه روحيه مناسبه لنا لجسمنا. كل هدول هن بشكله الارضي لنوصل بقى ناخذ حبه الدواء. شفتوا شو عندنا مراحل قبل ما ناخذ حبه الدواء؟ يعني مش بس طب شامل بيشمل طب تقليدي، بيشمل كل نواحي حياتنا. قديش مهم الواحد يكون عنده معرفه بهذا الموضوع ليقدر يشتغل على حاله ويطور حاله ويقدر يشفى بمحلات من بعض الامراض. دكتور سمير بشكر وجودك ولمعلوماتك ولموضوعنا لليوم. قبل ما نختم بدك تسحب لنا الايه؟ أنا رح أخذ البينك لأنه هلأ نحن بشهر الحماية من سرطان الثدي، توعية. الرب صالح ومستقيم يرشد الخاطئين في الطريق. دايما ربنا صالح ودايما موجود معنا، ومش بس يرشد الخاطئين ويشفي المرضى كمان. خلي إيمانكم قوي وما تردوا على حدا، ما في مرض خطير وكله بإيدكم. أنتوا تغذوا صح، كله صح، وإن شاء الله كل شيء بيكون منيح. أمين. بنشكرك دكتور سمير. أعزائي المشاهدين، بذكركم أنه فيكم تتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب وإنستغرام. إلى اللقاء الأسبوع المقبل، الله معكم.